بسم الله الحمد لله والله أكبر. الآن نصل إلى الآية المبشرة للأخوين الكريمين عليهما السلام بقول المولى سبحانه وتعالى، قال أي الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما دائما ومشيا على الطريق الصحيح اللي اختاره ربي لكما، و قال لكم علموا بني إسرائيل حتى يوليوا بالمستوى اللي بعد يكونوا من الهاربين ومن الناجين من عذاب مقيم مدة طويلة تحت سلطان من ادعى الربوبية وهو فرعون اللعين. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. شكون اللي لا يعلم؟ لا شيء علم، فأنت غير واعي بما تقول بما تفكر، وأنت أنسوسيوم متهور ما يهمكش بالهجرة، هيا واصل التهور ونرى لمن تكون الغلبة ومن هو من أهل السلامة ومن هو من أهل الندامة. نسأل الله السلامة وربهم أبعدنا عن كل أمر يا يلصق بنا هذا الأمر الندامة والملامة. آمين يا سيدنا يا عظيم.